بينضم لينا دلوقتي على تليفون الدكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضراتكم وكل السادة المشاهدين، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، ويوم حضرتك سعيد. ويعني النهارده كان في شبوره عاليه نسبيا يعني في الافق كده في الساعات الاولى للنهار، ده جزء من ارتفاع درجات الحراره والموجه الشديده اللي بتشهدها البلاد هذه الايام؟ بالتاكيد طبعا، يمكن احنا متاثر الفتره دي بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وبالتالي ده هو العامل الأساسي في ارتفاع درجات الحرارة مع وجود الكتل الهوائية اللي بتكون قادمة من مناطق صحراوية. وبالتالي زي ما حضرتك أشارتي، بتكون المرتفع الجو في طبقات الجو العليا في بعض الأحيان بيعمل شبورة خفيفة على مناطق متفرقة دون الأخرى، وزي ما قلنا هو من ضمن الأسباب المهمة طبعا في ارتفاع درجات الحرارة. لكن لو اتكلمنا عن الموجة شديدة الحرارة اللي نتأثر بها حاليا وأشرنا إليها في نشراتنا وفي تحذيراتنا، بالتأكيد احنا دلوقتي بنتأثر بوجود مرتفع جو في طبقات الجو العليا، ارتفاع في درجات الحرارة في طبقات الجو العليا مع كتل هوائية قادمة من مناطق حارة أو شديدة الحرارة. كل العوامل دي بالتأكيد بترتفع معها درجات الحرارة طوال هذا الأسبوع. يمكن العظمى اليوم على القاهرة المتوقعة هتوصل ل 37 درجة مئوية، بتوصل ل 41 درجة و42 على جنوب الصعيد. الموجة دي زي ما قلنا، لكن في القاهرة مش هنشوف هذه الدرجات المرتفعة يا دكتور، يعني مش زي الأسبوع اللي كان شديد الحرارة علينا من كام يوم ده. هو اليوم مثلا بنتوقع العظمى على القاهرة 37، على مدار الأيام اللي جاية هتبدأ ترتفع بشكل تدريجي علشان توصل لأكثر من 37 وتوصل ل 38 درجة مئوية. طبعا محافظات جنوب الصعيد هي ليها دايما النصيب الكبير من ارتفاع درجات الحرارة، وتبدأ تسجل درجات حرارة تصل على نهاية الأسبوع لحدود 43 ربما 44 درجة مئوية. الخرائط بتشير انه ارتفاع تدريجي، يعني على نهايه الاسبوع هترتفع درجات الحراره عن كده. وامتى تنكسر هذه الموجه بقى ونرجع لدرجات حراره الى حد ما معتدله يعني؟ الخرائط بتشير ان الارتفاع ده مستمر حتى نهايه الاسبوع الحالي على الاقل، وارد مع التحديثات الجديده يكون اخرها الاسبوع ده، ومع بدايات الاسبوع اللي جاي او نهايات الاسبوع الحالي تبدا تعود درجات الحراره لمعدلاتها. وارد جدا في التحديثات الجديدة أيضا يحدث تغير في هذه الكتل وتستمر معانا الارتفاعات، ده اللي هنشوفه إن شاء الله في التحديثات الجديدة بإذن الله. طيب دكتور، يعني هل كده ممكن يكون في أي احتمال لسقوط أمطار؟ احنا شفنا الكلام ده، احيانا كانت بتبقى درجات الحرارة عالية قوي، ويعني كان بيبقى في درجات حرارة عالية ولكن في أمطار خفيفة، هل ده ممكن يكرر؟ يعني على الأقل في هذه الأيام في الأولى في من هذا الأسبوع، مع ارتفاع درجات الحرارة وكتل الهوائية من المصادر اللي جاية من المناطق الصحراوية، مع وجود المرتفع الجوي اللي بيزيد فترات سطوع أشعة الشمس وبيمنع تكون السحب تماما، مش هيكون في فرص أمطار. زي ما قلنا احنا في فترة تقلبات، في كتل هوائية كتير بتحيط بينا، كل الكتل دي ليها فرص أنها تأثر علينا. ورد في التحديثات الجديدة يحصل بعض التغيرات، لكن خلينا نقول على مدار ال 73 ساعة ال 72 ساعة القادمة مش هيكون في أي فرص لتساقط الأمطار على أي من مناطق الجمهورية. بالنسبة للتنزه وحالة البحرين تحديدا، بالنسبة للتنزه يعني ده بيشغل ناس كتير قوي، اللي عاوز يعني يغير جو زي ما بيقول. يعني خلينا نقول إن السواحل الشمالية برغم إنها داخلة من ضمن الموجة شديدة الحرارة أو الحارة دي، لكن درجات الحرارة على شواطئ البحر المتوسط هي الأقل مقارنة بباقي مناطق الجمهورية. كمان ارتفاعات الأمواج على البحر المتوسط معتدلة، لا تتجاوز 1.5 متر، وبالتالي شواطئ البحر المتوسط بتسمح بالخروج والتنزه. لكن شواطئ البحر الأحمر لا زال عليها الاضطراب، لا زال عليها ارتفاعات الأمواج اللي بتصل في بعض المناطق من البحر الأحمر وخليج السويس لحوالي 3 متر. طبعا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة على سواحل البحر الأحمر اللي بتصل خلال هذه الموجة لأكثر من 40 درجة مئوية، وبالتالي نقدر نقول إن سواحل وشواطئ البحر المتوسط هي الأنسب للخروج والتنزه والتوجه خلال هذه الأيام. تمام، احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على وجود حضرتك معنا وعلى المعلومات اللي دايما بتضيفها لنا بخصوص حالة الجو. شكرا جزيلا.